كتير مننا من اللي بيتفرجوا علينا سواء عايشين في القرى ومزارعين او اللي عايشين بره مصر فبيتعاملوا مع الزراعه بشكل كبير جدا في بيوتهم، او بعض المصريين اللي بيحبوا يزرعوا حاجات كده صغيره سواء في البلكونه او جنينه او حاجه جنب البيت او فبيتعاملوا مع الزراعه بشكل كبير جدا. وزراعه كاحنا كبلد زراعي، زراعه تهمنا كلنا، لكن لا قدر الله اوقات بتصيب النباتات بعض الامراض، واوقات الفلاح يعرف ده اكتر ان يعني تقضي على المحصول كله، مش بيعرف يتعامل ازاي. ودايما بنتعامل بالطرق التقليديه، بعض السموم وده يقول لي ده على نوع سم احسن من التاني فيجي يرش، وساعات الدنيا تتحرق وتبوظ. فعايزين نتكلم النهارده عن الامراض اللي بتصيب النباتات وازاي نتعامل معاها. اسمحوا لي الاول ارحب بضيفي اللي بيشرفني، دكتور فيليمون كامل، مدرس بكليه الزراعه جامعه الزقازيق، والحاصل على الدكتوراه بامتياز مع مرتبه الشرف في تفعيل اكثر من مركب صديق للبيئه، فعال مقاوم للامراض النباتيه. يعني دكتور الدكتوراه اللي خدها من 3 اسابيع وهنبارك له عليها دلوقتي بيتعامل مع حاجات صديقه للبيئه تبقى بتقاوم الامراض الزراعيه. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بحضرتك وكل مشاهدينا. نورنا ومبروك يا دكتور. ربنا يبارك فيك، وشكرا لقناه سي تي في، وشكرا للبرنامج. مزيد من النجاح. ربنا يخليك. دكتور، يعني ايه بقى تتعامل وتداول زرع بحاجات صديقه للبيئه؟ احنا عارفين السموم اللي بتحط في الرشاش دي، والمزارع او الراجل بتاع الزرع بيدور يرش. يعني هو التوجه دلوقتي للزراعه واداره المرض بالطريقه المستدامه، استدامه في المحاصيل. طبعا الزراعه ما عادتش زراعه بس، ده عدد صناعه، يعني عاد فيها تكنولوجي كتير، استثمار عالي. فاحنا يهمنا في ده كله حته الاستدامه، ان احنا نخش في حاجه اسمها الايكو فريندلي او الصديقه للبيئه. لان طبعا المشاكل الصحيه اللي بتاثر عليها المبيدات طبعا ده شيء بتعمل تراكم في الجسم وسموم مختلفه، وكل الناس عارفه السايد افكت بتاعتها، بالاضافه للتكاليف الباهظه والغاليه جدا اللي ممكن تاثر على الاقتصاد الزراعي وعلى المنتج وعلى اقتصاد الدوله في استخدام المبيدات. فالتوجه ان احنا نشتغل على الايكو فريندلي او الصديق للبيئه، اي ما هو صديق للبيئه نقدر احنا نطبقه علشان يقدر نحصل على محصول جيد، وطبيعه الارض تكون كويسه، وطبيعه المحصول يكون ما فيش فيه اي سموم او اي تراكم للمبيدات، وبالتالي يبقى عضوي، يبقى اورجانيك وسليم في نفس الوقت. تمام. احنا بتقابلنا مشكله عشان ما استخدمش مبيدات او عناصر معدنيه، هتقابلنا مشكله ان النبات ضعيف، فانا عايز ازاي احل المشكله دي. فاحنا ابتدينا نطور مجموعه من الحاجات الصديقه للبيئه اللي بتاخد وقت شويه، بس لو تم تطبيقها بتبقى فيها فعاليه اكتر من احنا نستخدم المبيدات. تمام. زي ايه مثلا يا دكتور؟ احنا استخدمنا في رساله الدكتوراه، احنا كان يهمنا 3 حاجات، ان انا احافظ على البيئه واستخدم مواد بسيطه جدا، وثالث حاجه ان انا استخدم مواد متاحه، ودي فكره الاداره. الاداره ان انا استخدم المواد المتاحه اللي حواليا بطريقه مستدامه، يعني بطريقه مستمره. اول حاجه احنا ابتدينا نشتغل على مركبات اسمها مركبات المكافحه الحيويه، ان انا بجيب بعض من الفطريات وابتدي انميها على بيئات معينه، فبتدي سموم فطريه، السموم الفطريه دي انا باخدها اكافح بيها المرض. دي حاجه يعني ممكن نعملها عادي ولا دي محتاجه معامل متخصصه؟ محتاجه دي في حد ذاتها محتاجه معامل متخصصه. طيب. بس لو اتخذت على مجال تجاري طبعا لها فايده كبيره. اولا لانها بتزود العدد بتاعها في التربه او على النبات، فبتزيد الاعداء الطبيعيه للمرض، وبالتالي بيبقى في فرصه كبيره جدا لمقاومه الامراض. تاني حاجه انها بتحسن من خواص التربه. ثالث حاجة انها بتقيم علاقة ما بين النبات وما بينها، وبالتالي بتعمل شيس او بتعمل غمد كده او حاجز او قميص تحميها من، يعني دي انا بجيبها بزرعها جوه الغيط مثلا او الحفرة. انا برشها زي المبيد، بترش زي المبيد وهي كائن حي فبينشط،
فما بينشط زي فكرة الخميرة كده، ينشط فيزيد فيزود معاه الإفرازات بتاعته مسممة، فبيعمل زون أو حلقة حوالين النبات، فالحلقة دي بتقدر تحافظ على النبات وتوفر له عناصر غذائية. طبعا يعني للمتخصص فترة زي فترة ترايكوديرما وبكتيريا زي بكتيريا سيدوموناس وباسيلس، كل ده من الحاجات اللي بتطبق بنطاق تجاري وبتستخدم ولها فعالية كبيرة يعني مقارنة بالمبيدات 70%. يعني أنا لو استخدمتها مع نطاق واسع هتبقى في تيسير. السيدوموناس بيوفر عناصر يعني بيكسر العناصر فبيخليها سهلة للنبات، فبيبقى اسكيبنج يعني بيبقى في هروب من المرض بشكل غير مباشر. تمام. ودي السموم مش بتأثر على جودة المنتج في الآخر؟ لا يعني هي السموم دي بتكون خاصة للمسبب المرضي. تمام. احنا عندنا مجموعة من المسببات المرضية، مسببات مرضية بتبقى حية وغير حية. المسببات الحية زي الفطر، بكتيريا، الفيروس، النيماتودا اللي هي الديدان، الحشرات، دي حية. أما الغير حية مثلا نقص عنصر في التربة، صقيع، رياح، ده حاجة مش هنقدر نتحكم فيها يعني بيولوجيا، هي تبع البيئة. أما اللي نقدر نتحكم فيه اللي هو الحاجات الحية. تمام. طب يا دكتور السموم احنا بنسمع كده يعني بعض المزارعين أو يطلقوا عبارة سم غير شرعي. طبعًا. بعض السموم يرشوها مثلا على الطماطم على حاجة هي بتحمي الزرع من الدودة أو أن الزرع ما يبص، لكن في الآخر بتأثر بالسلب على صحة الإنسان وهو بيبقى عارف كده ويرشها. هو مضطر أنه يرشها لأنه تقريبا يعني ما عندوش الحل التاني اللي هو هيعدل الخسارة بتاعته. طبعا سم غير شرعي معناه ان هو مش نازل في جدول المبيدات اللي موجوده تبع وزاره الزراعه. تمام. كل سنه بتنزل جدول مبيدات لانها بتبقى في ايفالويشن، في تقييم. دي بتاثر على صحه الانسان بالسلب. بالتاكيد وتجيب امراض بالتاكيد بتاثر على صحه الانسان، بالاضافه لبعض الهرمونات اللي هي بتترش، ملونات اللي بتترش في النباتات عشان تعمل اسراع من عمليه النضج، الهرمونات اللي بتزود من الثمار وبتزود من عمليه النضج السريع ليه عشان يقدر ينزل بالسوق بدري. يعني فكره ان انا انزل بالسوق بكميه بدري لما بنزل في بدايه المحصول بيبقى السعر اغلى، السعر اعلى. عشان يوصل للحاجه دي فهو قدامه ان بيعمل حاجات غير شرعيه كتير عشان يوصل دي. تمام. فيبقى شرعي غير شرعي غير شرعي لحد ما يوصل للشكل غير صحي في الاخر. تمام. وده في الاخر اللي بيجيب الامراض اللي بنسمع عليها كتير طبعاً للانسان. يعني طبعا يعني ما بيحصل تراكم في السموم، طبعا سموم قاتلة خاصة السموم اللي هي أو المبيدات اللي خاصة بالنيماتود أو الحاجات الحيوانية، لأنها تقريبا فيها نيرف سيستم أو جهاز عصبي، فهو بيشتغل على الجهاز العصبي بتاع الحشر الجهاز العصبي بتاع الحيوان اللي هو بيقدر يكافحه ده. فده متقارب للجهاز العصبي عندنا، فهو بيضرب هنا فتلاقيه بيضرب عندنا برضو. يعني نفس المادة الفعالة اللي بتموت هنا هي نفس المادة الفعالة اللي بتموت عندنا. طب النسبة ايه؟ لان هو هنا التركيز قليل، احنا بندي هنا للنبات تركيز قليل. طب هو بيتراكم عندنا، بيفضل يتراكم لحد ما يوصل لمرحلة معينة فتفضل السمية موجودة عندنا فيحصل من هنا المرض. فحضرتك بتقولي بقى ان في بديل اللي هو الحاجات اللي الحاجات احنا استخدمنا مكافحة حيوية. المكافحة الحيوية دي منتشرة ولها رواج كبير بره، وتقريبا يعني احنا استخدمنا لها اكتر من بيئة عشان نحصل على توكسين او سم معين للمسبب المرضي اللي بيصيب النبات بشكل اكتر. فاحنا دكتور يعني هو الحاجات المنتج الطبيعي اللي حضرتك بتكلمني عنه ده ينفع لكل الامراض ولا كل مرض بيبقى له تركيبة معينة؟ لا هو تقريبا هو ينفع في 90% من امراض الفترة تريكودر. حلو قوي. تمام. عشان كده ساعات في ابحاث طبعا في السيفير وحاجات عاليه يعني بيسموه الهيرو فانجاي يعني هو ده لانه له قدره عاليه على الامراض مكافحه الامراض. طبعا استخدمت حاجات تانية كتير، يعني استخدمت زي حاجه زي السلسلك، انا بعمل تقويه للجهاز المناعي للنبات. طبعا النبات ما فيش فيه جهاز مناعي بالمعنى المعروف. بس انا بديله مناعه مكتسبه. يعني ايه مناعه مكتسبه؟ عارف حضرتك زي الاسبرين كده لما انا احطه وادوبه في ميه وابتدي ارشه على النبات. ده في سلسلك، الاسبرين ده في سلسلك او سبريتك اسيد يعني. فالحامض ده بيخلي النبات يغير من الفسيولوجي بتاعه فيبتدي يشتغل على تكوين الجدر
فيبتدي الفطر او البكتيريا او اي مسبب مرضي يخترق ويبقى هو غير مهيئ للاختراق فيقف. تمام. فانا تمام. قويت الجهاز المناعي بتاعه. لو انا يا دكتور مش يعني اللي بيشوفنا دلوقتي مش فلاح متخصص، طبعا الفلاح بيشوف كانه دكتور يعني بيشوف الحاله او بيشوف الشجره او بيقدر الزرع يوصف الاعراض يوصف الله. وصف دقيق، لكن للي عندهم زرع لكن مش متخصصين، ازاي اعرف الشجره العيانه انجاز التعبير من الشجره السليمه؟ الشجره العيانه بمعنى يعني بمعنى عام كده اللي هو الديزيز يعني انحراف عن المسار السليم. فينحرفت عن المسار اللي انت مألوف ان انت تشوفه. اعرفه ازاي بقى؟ ازاي ممكن نعرفه بشكل ظاهري من خلال النبات، من اصفرار، التفاف اوراق، تبقع الورق يبقى مبقع، في نموات غريبه على السطح السفلي والعلوي للورقه، النبات كده تلاقيه متهدل، يعني متهدل زي كانه كده خملان خالص، فده علامات يشوفها اي حد ويلاحظها. من يعني قبل كده كان شايف النبات ازاي وبعد كده كان شايف النبات ازاي، فيقدر هنا يكتشف ان في مرض معين او في ستريس معين على النبات، فالنبات بيعبر عن نفسه بظهور العرض ده. تمام. ازاي اعرف ان انا لازم اتعامل ولا اشيل الشجره مثلا مكان، يعني مثلا معظم الناس بيزرعوا يعني في اماكن الزينه والاماكن العامه حاجه اسمها ثرو الليمون، ده اللي هي شجره الكريسماس يعني. دي مثلا ممكن تصفر كده مره واحده او تبوظ وفي الاخر بتتقطع خالص، لان هي لان اولا لازم اعرف كويس جدا طبيعه التربه اللي موجوده، ثانيا انا عارف برنامج الري والتسميد اللي موجود فيها، ابقى عامل برنامج وقائي. طيب. عارف الظروف البيئيه اللي حواليا بحيث ان انا ابقى مدرك وعارف ان الشجره اللي انا بزرعها انا اوير بيها، يعني طيب. انا عارف داتا او معلومه صغيره حتى لو من على النت، هي بتاخد ايه، بتحب ميه زياده، بتحب ميه قليله، بتحب يعني بتاخد تترشب ايه لما يبقى موجود فيها حاجه زي كده، فيبقى لازم يكون عندي ثقافه ان انا ازاي اتعامل مع النبات. طيب. او المرض اللي بعد. استاذنك يا دكتور، بس معانا على الهواء مباشره زميلتنا ماروتي عصام من هيئه الارصاد الجويه، تطمننا على حاله الجو النهارده خلال الايام اللي جايه. ماروتي اهلا بيكي. اهلا بيك اسحاق، وصباح الخير عليك وعلى كل مشاهدي برنامج صباح النور. احنا مع حضراتكم النهارده من هيئه الارصاد الجويه، ومعانا لقائنا الاسبوعي الممتع جدا مع دكتور احمد عبد العال رئيس الهيئه، واللي هيكلمنا اكتر عن حاله الجو، واحنا طبعا عارفين بقيمه فصل الخريف طبعا زي ما الدكتور كل مره بيعيد علينا. صباح الخير يا دكتور. اهلا، صباح الخير، اهلا بيكم في هيئه الارصاد الجويه. دكتور، ممكن تكلمنا كده اكتر عن الجو خلال الايام الجايه او خلال الفتره اللي احنا فيها دي؟ احنا المفروض ان احنا كده فعليا وعمليا وعلميا وكل حاجه بدانا في فصل الخريف. احنا النهارده فعلا 23 سبتمبر جغرافيا دخلنا في فصل الخريف، احنا دخلنا مناخيا ودخلنا واقعيا بقالنا فتره. طبعا عارفين كلنا ان فصل الخريف من اجمل فصول السنه في مصر في بالنسبه للارصاد الجويه، وان كان بتنتاب بعض حالات عدم الاستقرار اللي بتتمثل في الامطار الغزيره اللي قد تصل لحد سيول على الاماكن الجبليه، لكن خلينا في الاسبوع اللي احنا فيه الجو جميل جدا، درجات الحراره في المعدل، ما فيش غير الشبوره المائيه اللي دايما بحذر منها في الصباح الباكر، خاصه الساده سائقين السيارات بتاعت المدارس والحضانات، نرجو ان هم يتوخى اقصى درجات الحذر للحفاظ على اولادنا اللي معاهم. طب دكتور، هل احنا نقدر نقول انه يعني في الفتره دي الصبح بدري بتبقى الدنيا مثلا فيها لسعه ساقعه او برد، ولا لا لسه ما دخلناش في المرحله دي؟ لا لا لا، لسه درجات الحراره الصغرى ما زالت معقوله قوي، نقدر نستحملها بهدومنا الصيفيه وحتى اولادنا برضو، يعني لا لسه احنا هنكون قبليها ان شاء الله، لو على الاقل ب 72 ساعه هننبه عليكم يعني. طيب حضرتك كنت بتقول انه في شبوره مائيه، هل ده معناه ان في رطوبه في الجو بشكل عام، ولا بس الشبوره هتبقى بالليل او في الفجر؟ لا، الشبوره بتبقى في الصباح بالذات، يعني بتبقى نسب رطوبه عاليه في الصباح الباكر خاصه على الاماكن القريبه من سطحات المياه والمزروعات، لكن مع تقدم ساعات النهار بتبدا الشبوره تتلاشى مع طلوع الشمس، وايضا مع بتقل نسب الرطوبه تدريجيا مع تقدم ساعات النهار. طيب كان يعني في سؤال كده تردد علينا انه هل في بقى اتربه وعواصف وكده، ولا لا لسه برضه؟
لا 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 ما عندناش، يمكن نشاط الرياح الموجود موجود على جنوب النهارده على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد ولكن غير مؤثر، وده لطبيعه الجو هنا او الطبيعه الجغرافيه هناك بالذات. يعني جنوب سيناء دايما هتلاقي فيه نشاط للرياح نتيجه الوضع الجغرافي للمنطقه. ميرسي يا دكتور جدا، ويا رب كده دايما ان شاء الله يبقى الجو حلو. ان شاء الله، اهلا بيك. كنا مع حضراتكم النهارده من هيئه الارصاد الجويه، وان شاء الله كده يبقى دايما الجو حلو، وان شاء الله فعلا نستمتع بفصل الخريف اللي دايما الدكتور بيقول لنا ان هو من احسن فصول السنه في الجو. يعني يا رب دايما يبقى يومكم حلو وجوكم حلو. ونرجع دلوقتي لاسحاق. شكرا يا مروتيا على كل المعلومات الجميله، ان شاء الله الجو كده يفضل جميل وحلو خلال الفتره اللي جايه. شكرا يا مروتيا. دكتور نرجع تاني وممكن حد يسال حضرتك، هو التاثير او مرض اللي بيبقى في الشجره او في الزرع عندي ممكن ياثر على صحه الانسان بشكل او باخر؟ طبعا. ازاي بقى؟ لو الثمره اللي احنا بناكلها الثمره الاقتصاديه اللي هي احنا بناكلها زي الطماطم زي بعض المحاصيل الورقيه زي الكرنب زي اي نبات، سواء المحصول بنسميه المحصول الاقتصادي، الحاجه الاقتصاديه سواء ورقيه او سواء ثمره، يعني ده لو اصابها اي مرض، المرض بيعمل علشان يدخل بيفرز توكسين، التوكسين ده سام فبيبتدي يموت في نسيج النبات. التوكسين ده سام جدا برضو على الإنسان وعلى النبات. فمن أكبر الخطورة لما ألاقي ثمرة في البيت أو ألاقي أي حاجة في البيت وأقوم قاطع الجزء المصاب. ده كم بنعمل كده؟ لا طبعا. اللي باين قدام حضرتك إنه الجزء بس الصغير، لا ده الفطر دخل جوه وقدامه يوم أو يومين على ما يعني لو ست البيت النهاردة جابت طماطم ولقيت طماطمية فيها حتة معفنة يعني فيها عفن ترميه. بتعمل ايه بقى؟ تيجي تعمل عصير تروح شايلة الحتة العفنة وبتخلي طيب بقى. العفن ده طالع قدام، ده اللي ظهر، ده تعبير الثمره ان في هنا. لا بس هي لما بتقطعها مثلا من النص بتبص تلاقي ما فيش حاجه. لا ده حتة سليمه، هي ما فيش، هي لسه ما اصابهاش العفن بس فيها الفطر. لان هو الفطر اللي بيحصل ايه؟ ان الفطر بيدخل جوه يفضل يمشي لحد ما يبتدي يفرز في التوكسينات لحد ما يحلل الجدر، فاللي وصل لك تحليل الجدر طب واللي تحت؟ لا هو موجود فيه برضه. ونفس القصه برضه اللي اشترى بطيخ وطلعت حته فيه يعني فيها عفن من جوه فيروح شايلها واكل. طبعا البطيخ مشكلته كمان ان مش فطريات بس، ده في بكتيريا والبكتيريا اشد خطوره من الفطريات. لانها طبعا هتنزل في الامعاء هتبتدي تعمل مشاكل جامده، ممكن تعمل تسممات غذائيه. طب ليه يا دكتور؟ يعني انا مش عارف انا كلامي صح ولا غلط، يعني بس مصر بالذات يعني تاكل البطيخ يوجع البطن، تاكل الخوخ تلاقي الناس بطنها وجعت، في بعض يعني الحاجات بياكلها، تروح بره مصر تاكلها عادي ما بيحصلش. هو ليه البطيخ بيوجع البطن؟ ان البطيخ الماده اللي موجوده فيه او هي مائيه كلها. هو المستثمر او اللي بيزرع بيدي جرعه مبيدات عشان تفضل سليمه واخضر رونقها ما يحصلش فيها عفن، بتنزل السوق. ما حصلش حاجة اسمها كسر للمبيد، اللي هو العمر بتاع الزمن المبيد، هو بيقوله مثلا هترش وهيفضل تأثير المبيد لمدة 3 أيام أو 4 أيام بعد كده ممكن تحصد. لا هو بيدي بيومين ويحصد تاني يوم. ليه بقى؟ ليه؟ علشان تفضل محتفظة برونقها في النقل وفي التسويق وفي التخزين، فتوصل للمنتج للموجود او اللي بيبيع فيه. هي لازم تكون موجوده في الجدر بتاعها يعني، او في هي دخلت جوه النسيج، السم ده دخل جوه النسيج لان في مبيدات جاهزيه يعني بتمشي جوه نسيج النبات وتوصل للثمر فتراكمت في الثمر، ما ده المحصله النهائيه للنبات الثمر. فاي حد بياكلها وفيها ريزيدوال او فيها متبقيات من المبيد بتخش تعمل بقى زي ما كلمت حضرتك في النيرف سيستم عنده، هكذا الخوخ وهكذا حاجات كتير. تمام. يعني حتى الرمان دلوقتي احمر، هو معاده مش انه احمر دلوقتي، حطيت عليه ملونات. طب ايه علامات النضج؟ لازم ابقى عارف علامات نضج الرمان مثلا، ان يبقى في شقه كده موجود عشان يبقى في نضج وفي معاد ليه. طب ليه بقى دلوقتي؟ لان هو عايز ينزله بسعر اعلى شويه وهو حاطط ملونات، فلاقي ان هو احمر بس طعمه لسه ما اكتملش فيه النضج. فهي بتبقى فكره تسويقيه اكتر منها صحيه. هكذا الخوخ، هكذا حاجات بالظبط كده، هكذا حاجات كتير يعني. لكن حضرتك بتنصحنا اذا كان في عشان دي ناكد عليها النهارده، يعني اذا كان في عفن في الثمره سواء في الطماطم او في البطيخ او في اي حاجه ما اقطعش العفن واكمل؟ لا 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 لازم يترمي لان ده فيه سم. حتى لو في السوداني واحنا مخزنينه
الاقي في بعض الحاجات اللي موجوده ده بيسموه افلاتوكسين، ده سموم فطريه، ده قاتله بقى لانها بتسبب سرطانات. طبعا الناس اللي بتحب المكسرات بره وحاجات بالسوداني والحاجات اللي زي كده والمكسرات عموما طبعا هو مش عارف هو انطحن مطحون او مضروب في الخلاط، فخلاص هو مش شايف. لا ده في ناس كمان وهي بتقشر بتطلع لو في حاجه فيها عفن ولا حاجه يروح فاركها ومطلع ده فيها افلاتوكسين. افلاتوكسين ده من اول السموم الفطريه التي تصيب الانسان وتسبب سرطانات مكتشفه في العالم كله. افلاتوكسين اي وبي ده بيسببه فطر اسمه اسبراجيلاس فليفاس، وفي اسبراجيلاس يعني مجموعه من الفطريات بسبب سموم فطريه بتحط السم بطريقه مركزه حضرتك يخش جوه الجسم يحصل له اكلمليزيشن تراكم يسبب مرض سرطاني على طول. فاذا كان الفول السوداني فيه مشكله كده يترمي على طول. طبعا طبعا ده ليه؟ لان في طريقه تخزين غلط في البيت، فالفطر دخل وابتدت الرطوبه والمحتوى الرطوبي جوه، طريقه تسويه غلط اتسوى برضو بنفس الشكل، فالسموم الفطريه ما بتنكسرش عند درجه الحراره دي، فدي خطورتها انه حتى لو اتسوى هو في بعض السموم بتتكسر على طول بعد 100 درجه، وده طبعا من رحمه ربنا. اما في بعض السموم بتفضل طيب. فاللي بيفضل ده هو ده اللي بيسبب المشاكل. زي دكتور لما بنرش السموم التقليديه تواجدنا في الزرع سواء في الريف او حد عنده جنينه او للزرع اللي في البلكونه او اي حاجه تواجدنا وسط الزرع ده، هل ده مضر للانسان؟ طبعا في شروط عشان اقدر ارش حتى الزرع بالمبيدات، يعني يا اما بيكون في الصباح الباكر يا اما بيكون في نهايه اليوم عشان تكون الجو هادي، درجه الحراره تكون هاديه، ما فيش رياح كتير. هكذا الميه برضو لما باجي اسقي ميه عشان ما يبقاش فيه اجهاد على النبات، لان هو واخد ماده الاتموسفيرنج اللي حواليه، طبعا الزون اللي حوالين النبات وانا برش مبيدات طبعا ده مضر جدا، انا بيدخل برضو في الجهاز التنفسي وبيعمل مشاكل. فده طبعا مضر في اثناء عمليه الرش وفيما بعد الرش، لو حد قد يعني خد ثمره وهو ماشي هيعمل له مشكله لان هو مرشوش عليها موجود عليها المبيد. فالزرع اترش يتبعد عنه على الاقل يومين كده ولا حاجه، فده مهم جدا. يعني كمان ان احنا يعني نشوف بقى الطرق البديله اللي هي تقدر تخلينا نقدر نشتغل على المرض بشكل افضل. اللي حضرتك بتقولها لنا اللي هي زي انا ممكن اشتغل بالكمبوست. الكمبوست ده موجود في كل مكان، ده بديل للتربه، ممكن احطه في شويه ميه او اعمله زي اسمه كومبوست تي، احطه واخد الميه المتدوبه فيه وابتدي ارش بيها وابتدي احط بيها للنبات بالتبادل. بس السماد اللي هو السماد الطبيعي ده، السماد الطبيعي السماد الطبيعي. انا بقى مش هاخد السماد فيبقى صعب على النبات قوي انه يبتدي يخش في قصه انه يحلل، ده انا بديهوله كمان محلل ويعمل شغل. اضافه الى ان السماد ده عشان يوصل للطبيعي في بكتيريا وفي فيروسات وفي بكتيريوفاج وحاجات مضاده للامراض النباتيه بتبقى موجوده جوه. فانا ببتدي اخد العصاره بتاعتها وابتدي اعمل بيها النبات. تمام. لو حضرتك تنصحنا ببعض النصايح اللي احنا يعني حاجات بنعملها غلط في التعامل مع النباتات. اول حاجه لازم اعرف طبيعه كل نبات بيشرب. احنا كنا بنتكلم حضرتك في الفاصل النبات محتاج ميه اكتر ولا محتاج انه يبقى فيه جفاف اكتر، طبيعه النبات، طبيعه درجات الحراره بتاعته، هل هو بتاع زينه ولا موجود لازم يحتاج درجات اضاءه بشكل اكتر، هل هو محتاج مره كل اسبوع يطلع في البلكونه كده ياخد دفعه يعني مثلا يا دكتور اللي هو النبات اللي هو بيبقى موجود في الظل او موجود داخل البيت فعادي بيعيش داخل الاماكن اللي فيها ظل ومغلقه كده، لو اتحط في الشمس يبوظ يصفر ويبوظ. لان ده طبيعته انه بيحتاج حراره معينه واشعاع معين يقدر يكمل بيه. تمام. لو انا يا دكتور واحد بيسافر وعجبه نبات بره مصر وجابه يعيش هنا؟ حسب طبيعه الحاله اللي هو هيعمل. طبعا هو لو جابه بطريقه زي كده هيخضع برضه الحاجات زي الحجر الزراعي، لان ما فيش اي نبات هيخش كده الا ما بيتاكدوا ان هو سليم. مش في حامل للمرض، يكون مرض ممكن يكون زي سوس النخيل كده.
مهما دخلت برضو من ناحية السعودية بطريق الخطأ بالفسائل اللي داخلة الاستيراد وفي حالة من حالات الغياب سببت مشاكل في النخيل في مصر فترة طويلة. تمام. وزي ورد النيل بالضبط. فأنا أنا لما أجيبه أحافظ عليه وابتدي أشوف طبيعته، لازم أقرأ عن النبات اللي هو موجود عنده حتى لو حاجة بسيطة عشان أبقى فاهم بتعامل إزاي مع يعني. النبات إزاي. طبعا في حاجة بتبقى غالية وفي حاجات بتبقى يعني قيمة، فأنا لازم أبقى عارف الحاجة اللي عندي دي هي إيه وأتعامل معها إزاي. احنا عارفين دول المتقدمة تمنع جدا دخول أي بذور أو زرع أو أي حاجة لبلادها لأن هي بيخافوا من البذور اللي هي مش بتاعتهم أو مش منشأة عندهم يعني. بالضبط. حتة البذور ودخولها وخروجها دي كانت يعني مرض زي مرض الإرجوت موجود في روسيا بيجي مع القمح، فطبعا لو جه هنا وحصل فيه زراعة أو تداول الأرجوت ده يعني حاجة كده عاملة زي الحجر ده اسمه جسم حجري كبير، لما بينطحن بيسبب مشاكل بيسبب أمراض. طبعا الأرجوت ده بياخدوه، وطبعا ده من المواد الفعالة في عمليات الأدوية بتاعت الطلق بتاع طلق الولادة، بس الكمية الكبيرة منه مع الطحن بيسبب سرطانات وبيسبب أمراض كتير. فكون إنه يخش هيخش يعمل ضررين، الضرر الاولاني ان هو ممكن ياثر على الـ على الـ على الـ على الصحه، الضرر الثاني ممكن يدخل المرض. فطبعا الدوله بتبقى صاحيه لحاجه زي كده وبتقدر تمنع الشحنات اللي بيبقى فيها حاجه زي كده عشان يقدر يخش القمح بطريقه سليم. تمام. الفلاح المصري بالتاكيد انا بشعر ان هو من اشهر الفلاحين في العالم واشطرهم يعني، لو حضرتك توجه له نصيحه كده في الاخر فيما يخص السموم يعني. فيما يخص المبيدات ممكن نقلل من المبيدات، ودلوقتي في الأسواق موجود حاجات طبيعية بس هو ياخد فترة شوية عشان يقدر يستخدمها وما يوصلش للحلول السريعة والنتائج السريعة. تمام. أولا لأنها مكلفة، ثانيا لأنها ضارة بيه وضارة بغيره. تمام. أنا بشكرك جدا يا دكتور على كل المعلومات القيمة، دكتور فليمون كامل مدرس بكلية الزراعة بجامعة الزقازيق والحصل على الدكتوراه بامتياز مع مرتبة الشرف في تفعيل أكثر من مركب صديق للبيئة فعال مقاوم للأمراض النباتية. نورتنا يا دكتور. شكرا لحضرتك وشكرا للبرنامج وقناة سي تي في. أشكرك وبشكركم مشاهدينا على متابعتكم لينا في حلقة النهاردة، وإن شاء الله بكرة مع فريق عمل جديد أشوفكم على خير وصباح النور.